نظم تكييف الهواء. من الطبيعي ما دام انا شغال في التكييف والتبريد ان انا لازم اكون عارف ايه هي نظم تكييف الهواء اللي موجودة في الدنيا كلها. تعال بقى كده نحصرهم بطريقة شيك وبسيطة خالص. Air Conditioning Systems، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. ايه نظم التكييف الموجودة اللي هي HVAC Types، نظم التكييف المختلفة من اقل حاجة لاكبر حاجة؟ اول حاجة بقسمهم لحاجتين، في اللي هو DX والشيلد ووتر سيستم، دايركت اكسبانشن والشيلد ووتر سيستم اللي هو التبريد بالمياه المثلجة، وهنا التبريد المباشر. التبريد المباشر زي ايه؟ عندي منه نوعين، بيتقسم لباكج وسبليت. طب الباكج اللي هو ايه؟ عندك زي جهاز الويندو اللي هو جهاز تكييف شباك، وفي منه سنترال اللي هو مركزي، وفي من المركزي دوت في الباكج في منه نوعين، روف توب يونت والفيرتيكال يونت، هنتكلم عنهم دلوقتي. المهم يبقى الدي اكس في منه باكج وسبليت، الباكج اللي هو الشباك، والسبليت اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الوحدتين، واحده داخليه وواحده خارجيه. باكج يعني كل الوحده مجمعه في مكان واحد زي الويندو كده، كله يعني ضغط والمكثف والمبخر كله في حته واحده. والباكج برضو في منه سنترال، في منه مركزي، تمام، برضو نظام مجمع كله في حته واحده. اما السبليت لا، بيتقسم بقى واحده داخليه وواحده خارجيه. يبقى في الدي اكس عرفنا الفرق بين الباكج والسبليت، تمام. طب في السبليت عندي منه نوعين، في منه المين سبليت، تمام، وفي منه السنترال اللي هو برضو مركزي اللي هو نظام الفي ار في، تمام. مأخوذ من دي، المين سبليت بيبقى واحده داخليه واحدة خارجية وبيربط بينهم عن طريق مواسير، مواسير الفريون، صح؟ طبعا شكل الواحد الداخلية ممكن يتغير، ممكن يبقى هاي وول، ممكن يبقى كونسيلد، ممكن يبقى كاسيت، ممكن يبقى فلور ستاندنج، تمام؟ تختلف. المهم اللي هي دي من سبليت. سنترال بقى بيبقى عندي الوحدة الخارجية أقدر أوصل عليها أكتر من وحدة داخلية. شوف أشكال الوحدة الداخلية كلها، أقدر أوصلها مع وحدة خارجية، بس تبقى وحدة خارجية كبيرة، تبقى ذات سعة تناسب الإيه؟ القدرات اللي هي الموجوده في الوحدات الايه الداخليه. ده كله نظام الدي اكس اللي هو التبريد المباشر، يعني فريون داخل مواسير، والمواسير بيحصل بينها تبادل حراري وبينها وبين الهواء، تمام. اما بقى في نظام الشيلد ووتر سيستم، لا، تدخل عليا حاجه جديده. احنا هنا كنا بنتكلم في فريون مواسير هواء، صح؟ هنا لا، دخل معايا نظام جديد ومائع اسمه المية، دخل معايا في النظام ده، هنتكلم عليه. طب الشيلد ووتر سيستم في منه انواع او في منه حاجة وبيتقسم في حاجة؟ بيتقسم لحاجتين، بيتقسم اللي فيه حاجة اسمها اير كولد تشيلر وفي ووتر كولد تشيلر. الاتنين تشيلر، اير كولد ووتر كولد، مش دي الاتنين تبريد مية؟ ايوه الاتنين تبريد ميه، بس ايه الفرق بقى بين اير كولد تشيلر ووتر كولد تشيلر؟ ان المكثف بتاع ده تبريد هواء، اير كولد، اما هنا المكثف بتاع ده بتاع ووتر كولد، تمام. يبقى عرفنا الاتنين تبريد ميه، الاتنين بيبردوا ميه، وباخد الميه ديت الشيلد بقعد بستخدمها بقى في النظام اللي انا هنتكلم عليه، تمام. بس الاختلاف بين ده وده، المكثف بتاع ده تبريد هواء، هنا المكثف بتاع ده تبريد ميه زي ما انت شايف كده اهو. طيب بعد كده بيتقسم هنا في حاجه تاني، الاتنين دول بيركب معاهم بقى حاجتين، لا اما اف سي يو اللي هي فان كويل يونت، او بيتركب معاها الاي اتش يو اللي هي الاير هاندنج يونت، وحده مناوله هواء، او هنا الوحده الداخليه، هنا عباره عن زي مثلا زي دي كده مثلا، بس هنا بدل ما كان بيمشي هنا مواسير فيها فريون، لا هنا بيمشي مواسير فيها ايه؟ ميه بارده، تمام، ومروحه وهكذا، والدنيا تمام مفيش اي مشكله. دي كل النظم اللي موجوده في السوق المصري، السوق العالمي، دي كل حاجه خاصه بالتكييف. سلايد في كل حاجه، بس قدرت اقسمهم بطريقه شيك شويه. طيب تعالى كده
كده احنا قلنا نظم التكييف اللي موجودة كلها. تعال بقى نقعد نتكلم على حاجة حاجة كده ونتسلى فيها شوية. طب لو عايز اعمل فرق بين ال دي اكس والشيلد ووتر سيستم، تعالى كده. اول حاجة عندي التكلفة الانشائية بتاعت ال دي اكس تكلفة قليلة عادية، اما عشان اعمل نظام شيلد ووتر سيستم ده تكلفة مبدئية او تكلفة انشائية عالية جدا، تمام. هنا بقى تكلفة التشغيل هنا تعتبر غالية، تمام. هنا تكلفة التشغيل لا منخفضة، تكلفة التشغيل بقى لما انا بشغل قصادها كفلوس او ككهرباء، تمام، قصاد الاحمال اللي قدامي. طيب يعني انت مثلا لو عندك مثلا 100 طن هنا وهنا 100 طن هنا، هتلاقي استهلاك ال 100 طن هنا اقل من هنا، ده معناها يعني البند ده. طيب بالنسبة بقى للصيانة، دي صيانتها طبعا اكيد هنا سهلة، هنا طبعا اكيد معقدة وصعبة، تمام، محتاجة ناس فاهمة هي بتعمل ايه. طيب اخر حاجة هنا بتستخدم في الاحمال اللي هي القليلة، وهنا بتستخدم في الاحمال طبعا اللي هي الكبيرة جدا. طيب تعال بقى كده احنا خدنا نظم التكييف كلها واتكلمنا عليها، طب ما تيجي كده نمسك حاجة حاجة ونتكلم عليها بسرعة. يعني مثلا اللي واخد نوع معين يقعد يتكلم عليه، تعال كده نقعد نمسك حاجة حاجة كده دردشة. احنا خدنا ال دي اكس دي اكس وخدنا منه الباكج، وقلنا هنتكلم على الويندو تايب اللي هو تكييف الايه الشباك، ده اول حاجة نتكلم عليه. دي حاجات كانت موجودة، التكييف ده كان موجود زمان وخلاص، عشان بيتفتح له فتحة في الحيطة، فتحة كبيرة، ما عادش عاد بيستخدم ووقف تصنيعه من زمان. طبعا طبعا النويز بتاعه او الضوضاء بتاعته تبقى عالية جدا، لان عندك الوحدة الداخلية والخارجية دي موجودة في قلب الحيطة، انت سامع كل حاجة، الضغط ومراوح والكلام ده، فبيعمل لك نويز، تمام. تاني حاجة لو كباست اللي هو الساعة بتاعته قليلة. طب الكباست بتاعته قد ايه؟ عندك هنا 12000 بي تي يو، 18000 بي تي يو، 24000 بي تي يو اقصى حاجة، ما معناه ان واحد واحد ونص 2 طن تبريدي، تمام. وطبعا دي من عيوبه زي ما احنا ما قلنا، ضوضاء بيتفتح له فتحة في الحيطة كبير. طيب احنا لسه برضو احنا في الباكج قلنا في عند الويندو تايب وفي اللي هو الايه سنترال اللي هو المركزي، مركزي باكج يعني الوحدة كلها موجودة في مكان واحد زي اللي ايه زي الويندو كده، تمام، بس دوت سنتر ده مركزي، باخد منه بقى الهواء وبعديه في دكت وبدخله في الاماكن اللي انا عايزها. بيتقسم هنا السنتر دوت بيتقسم منه عنده نوعين، في اللي هو الروف توب يونت، وعندي هنا فيرتيكال باكج يونت، بتبقى وحدات رأسية كده زي ما انت شايف، دي بتبقى الساعة بتاعتها من 5 ل 20 طن تبريد، اما هنا دي بتوصل ل 130 طن تبريد، تمام. عندك هنا الوحدات ديت بقدر هنا بعمل ميكس بين الهواء الراجع والهواء الفريش، واحد من عملية التبريد، وبعد كده اقوم مدخله جوه المكان اللي انا عايز ايه برضه. ودي كده ملخص ل موضوع الروف توب يونت، زي ما انت شايف شكلها عامل ازاي، هي وحدة كلها مجمعة، باخد منها الهواء البارد وادخله جوه المكان، الساعة بتاعته بتوصل من لحد 130 طن. طبعا هنا بيحصل عملية ميكسنج بين الهواء الفريش اير والهواء الريتيرن، وبعدين على ملف تبريد وادخله جوه المكان. ده نظام دي اكس باكج اللي هو الروف توب يونت اللي هي ار تي يو. طيب تعال نخش على السبليت. ادي السبليت، السبليت قلنا في منه نوعين، الميني والسنترال، تمام. الميني اللي هو الوحدات اللي انت عارفها خالص اللي زي الهاي وول كده، واحدة خارجية وواحدة داخلية، في منه نفس الكلام ده بس سنترال، اللي هو مركزي، اللي هو نظام اللي هو الفي ار ايه الفي ار في، اللي هو موجود بس لسه ما انتشرش هنا في مصر، تبقى واحدة خارجية واقدر اركب معاها اكتر من واحدة داخلية. يعني اشوف مثلا دي كم، ده كم مثلا، دي طن، دي اتنين، دي طن، دي اتنين، اجمع هنا اشوف دي قد ايه، وقصادها اجيب الوحدة الخارجية مثلا 10 طن 20 طن على اساس الوحدات الداخليه اللي انا مستخدمها. طب احنا كده في السبليت عرفنا اللي بيتقسم لمينيو في السنترال اللي هو المركزي. طب تعال نتكلم على حاجه حاجه من دول بقى، ناخد الهاي وول
ناخد الفلور، ناخد السيلينج، وناخد الكاسيت. احنا كده نمسك حاجه حاجه. ناخد الهاي وول اول حاجه. الهاي وول متاح بساعات مختلفه من 12000 بي تي يو لحد 36000 بي تي يو. طبعا وحدتين، واحده خارجيه وواحده داخليه. الوحده الخارجيه اللي بيبقى فيها الكمبريسور كوندنسر والاكسبانشن فالف، الواحده الداخليه بيبقى فيها الفانا وفيها الايفوبريتور. طبعا الضوضاء بتاعته بتبقى اقل شويه، او تبقى اقل طبعا من الشباك. الشباك بتبقى الضوضاء بتاعته عاليه كتير. طبعا بيبقى الكبست بتاعته او الساعه بتاعته اقل من وحدات تانية هندرسها دلوقتي. تمام. طبعا دي واحده خارجيه وواحده داخليه. دي الانواع الموجوده في سوق يورك والترين والشارب والكارير. طب ايه اللي فيه غير كده؟ في بقى عندي واحده وحشه شويه بقى، واحده كبيره، اللي هي الفلور ستاندنج، اللي هو بيقولوا عليها الدولابي، اللي بتبقى عامله زي شبه الدولاب كده، حاجه كبيره. طبعا بتلاقيها في المساجد، بتلاقيها منها كتير جدا. تمام. الوحدات دي بتوصل ل 10 هورس باور، 10 حصان، 80000 بي تي يو. تمام. برضو بتبقى واحدة خارجية وواحدة داخلية، نفس النظام بتاع الهايول، انت فاهمني. والواحدة الداخلية هنا عندك بتبقى برضو ايفابوريتور والفان، والواحدة الخارجية بقى بيبقى كومبرسور، نفس الكلام. بس الساعة بتاعته هنا بتوصل ل 80000. تمام. بيرمي هوا ممكن يوصل لستة متر قدام. تمام. دي وحدة الفلستان، تعتبر ديت اكبر واحدة داخلية كساعة يعني. طيب في عندي بقى السيلينج، او اللي هي السقفي او الارضي. طبعا هنا الكباسة بتاعته بتوصل من 3.5 طن لحد 4 طن، او هنا 40000 بي تي يو تقريبا. لازم احنا بتتحط مثلا في الوحدات زي ما بنشوفها كده، اللي هي السيلينج اللي هي السقفي، تحط مثلا في البيت، موجودة في الصيدليات، المكتبات، حاجات زي كده. زي ما انت شايف ايه الصور بتاعتها، هي السيلينج موجوده في بعض الاماكن، محلات كبيره. في اللي هي الارض دي بتبقى موجوده في، ممكن في بيت ولا حاجه، حاجه زي كده. طيب الوحده اللي بعد كده اللي هي الكاسيت. تمام. دي بتبقى موجوده في، لو عندي سقف معلق، اللي هو عباره عن مجموعه بلاطات، دي بتشيل البلاطه وتحط البلاطه دي مكانها. تمام. والساعة الكبسة بتاعتي بتوصل ل 48000 بي تي يو. تمام. هنا بترمي هوا لقدام 3 متر. بتبقى معاها بامب، سمول بامب، بامب كده صغيرة عشان تطلع لي المية اللي هي اللي بتتكثف في الدرين بره. تمام. بتقعد مثلا موجودة في أماكن الهوتيل، المطاعم، الأوتيلات، مطاعم يعني، موجودة برضو. وممكن في بيوت بتقعد هنا. عندك هنا الديفيوزر بتاعها بيرمي في اتجاه 2 3 على حسب يعني. في الوحدة بعد كده برضو منتشرة، الوحدة ديت وليها مميزات حلوة أوي، اللي هي الكونسيلد، اللي هي الوحدة المخفية. تمام. تتحط مثلا لو عندك سقف معلق، حاجة زي، عايز تركب دكت عليها، هنا الفتحة تقوم مركب دكت وتاخدها بقى في أوضة 2 3. في الفنادق بتلاقيها ايه بالشكل ده، انت مش شايف الوحدة الداخلية، بس هي موجودة هنا في ايه، في سقف معلق، وانت مش شايف اي حاجة غير الجريل اللي موجودة بس. اللي كبس بتاعتها، الساعة بتاعتها بتوصل ل 72000 بي تي يو. الوحدة دي بتبقى فيها شبه كده من التكييف المركزي يعني. لو انت داخل في مكان ولقيت دكت والكلام دوت، تحس لو تكييف مركزي متركب، انت فاهمني، زي كده. وهي تلاقي في الاخر خلاص ايه، وحده كونسيلد. تمام. شكل حلو يعني، وبترمي هوا في مكان واتنين، بتعملها دكت هوا وبتوزع هوا، حاجه يعني كويسه، بديل التكييف المركزي على فكره. طيب عندي، احنا خدنا الاسبليت الميني صح، خد بقى السنترال اللي هو نظام الفي ار في. الكبس بتاعته بتوصل ل 200 طن تبريد، اللي انا بستخدم وحده او وحدتين او 3 وحدات خارجيه
مع اكتر من وحدة داخلية. مثلا فور اكزامبل، انا عندي مثلا عمارة فيها 10 شقق بدل او 20 شقة، بدل ما اجيب لكل شقة جهاز تكييف، لا بيتعمل ايه، اجيب واحدة خارجية بحطها فوق السطح وباخد منها شبكة مواسير فريون وادخل على شقة شقة، واقعد بقى اركب هنا كاسيت كونسيلت، انت في هاي وول، فلور ستاند، سيان يعني، تمام، تبقى شبكة مواسير فريون. طبعا دي بقى مش منتشرة في مصر كتير جدا، بس منتشرة في الدول العربية وأثبتت كفاءتها بصراحة. بس مشاكلها هي محتاجة مثلا فنيين عالي جدا في موضوع الصيانة وفي موضوع التركيبات، إن أنت بتعمل مواسير فريون بتمشي في مسافات كبيرة، لو حصل تسريب تبقى مشكلة، اللي هي بتاخد فريون كتير جدا، تمام، شبكة زي شبكة مواسير مية كده بس شبكة مواسير فريون، تمام. طبعا حاجة جميلة جدا موجودة، طبعا بتبقى زي ما انت لو انت عندك 20 شقة، بدل ما تحط 20 وحدة خارجية وشكلا مش حلو، تمام، لا انت مفيش اي وحدات خارجية موجودة خالص، الوحدات الخارجية ديت اهي موجودة على السطح وبتاخد منها مواسير على الوحدات الداخلية بقى اللي في البيت، تغذي بقى تخش على شقة تغذي منها، من في كل أوضة تحط لك جهاز ولا 2 ولا 3 عامة يعني في الشقة الواحدة، وهكذا في كل الشقق، وده كله على وحدة أو وحدتين أو 3 وحد خارجية. ده اللي هو الإيه؟ السبليت سنترال، اللي هو نظام الـ VRV أو الـ VRF. زي ما احنا اتكلمنا على الدي اكس، عندنا بقى اخر حاجة اللي هو الشيلد ووتر سيستم، هو بقى وحش التكييف المركزي. عندي بيشتغل بطريقتين، عام يا اما بالاير كولد او بالووتر كولد. يعني ايه؟ مش الاتنين تبريد مية زي ما قلت، لا، بس الاتنين تبريد مية، تمام، بيبردوا المية وباخد المية دي ببرد بيها انا الهواء. بعد كده عندي وسيط تالت، يعني فريون هواء وبعد كده عندي مية ومية، تمام، دي اللي بستخدمها عشان ابرد بيها الهواء. طب ايه الفرق بين ده وده؟ الاير كولد المكثف بتاعه تبريد هواء، اما الووتر كولد المكثف بتاعه تبريد ميه. باخد ال بجيب له طبعا المكثف دوت، ببرد هنا بيه، ببرده بالميه، الميه دي طبعا هتسخن، فباخدها على كولينج تاور او هو برج تبريد، ابرد الميه ارجع تاني على الكوندنسر تاني. اما هنا في الاير كولد تشيلر اللي عند المكثف بتاعي هنا، بص زي ما انت شايف مراوح، وبرد المكثف بالهواء زي المكثف اللي هو موجود في الوحده الخارجيه اللي هو في البيت عادي، تمام. بس دي طبعا المساحه بتاعته، شوف بيوصل ل 500 طن تبريد، ده بيوصل ل 6000 طن تبريد. طبعا دي اعلى جهاز تكييف ممكن يبقى موجود، اللي هو ووتر كولد تشيلر، اعلى من الاير كولد تشيلر. ده احنا كده اتكلمنا على نظم أجهزة التكييف، الاير كونديشننج سيستمز، النظم كلها اللي موجودة في السوق هي ديت. بس احنا كده ايه، بسطنا الموضوع وخلينا كل واحد في اتجاهه، تمام. طب وبكده نكون احنا انتهينا من الحاجة البسيطة اللي هنتكلم فيها النهاردة. اتمنى يكون الشرح بسيط ووصل للناس كلها. شكرا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.